ربنا يخليك ليا. يخليك ليا الا بالحق. مش عصفت طلع يا كبير. شفت اللي حصل؟ ايه فيه؟ سعادة وماري وصالح الكلب جو ضربوني. اتعاركت معهم ليه؟ كان بيدافع عن ابوك. ابوي؟ ما هو انت قافل تلفونك طول اليوم ما حدش عارف لك مكان، وسايب ناسك يتهان من ولد خالتك غفران. خير يا ابوي؟ سكت ليه؟ ما خليتش الغجر ياكلوه وكل. كنت مستنيك لما ترجع يا حيلتي واشوفك هتعمل ايه. هد البرد على راسه وعلى راس اي حد يده تتمد عليك. تفتحش صدرك يا ولدي، لما نعرفوش نلمه الطلق منه ولا نعدوه. ده غفران علشان والد اختك. صح، بلاش كلام خايف، انا بقول اللي فيه الصالح. امك بتتكلم صح يا بكري، ما احناش قد غفران دلوقتي. غفران قوي واللي بتبني في سنين يا ولدي، ما بيتهدش في يوم ولا اتنين. قسما باللي خلق الكون اقتله واخلص منه ولو فيها روح. ويبقى انا وامك قبضنا ايه؟